هذه هي بداية ساعتنا الأخيرة. صباح بالخير عليكم جميعا وين ما كنتوا تتابعونا وين ما كنتوا تستمعوا لنا أيضا عبر تردداتنا. وهذه مساحة إن شاء الله راح نخصصها للحديث عن بطولة كرة الهدف للمكفوفين وانطلاق هذه البطولة بتنظيم من جمعية النور للمكفوفين, وتفاصيل قادمة إن شاء الله راح نتعرف عليها مع ضيفنا عبر الاتصال خميس السلطي لاعب في منتخب كرة الهدف للمكفوفين. أهلا وسهلا فيك خميس, صباح الخير. اهلا وسهلا جماعه, صباح الانوار ويسعد اوقاتكم كل خير, وتحيه لاذاعه الشبيبه الاذاعه السباقه في تغطيه مناصب ذوي الاعاقه سواء كانت المناصب الرياضيه والثقافيه والتوعويه, فكل الشكر لكم. يا مرحبا وسهلا فيك, لا شكر على واجب خميس. اذا نتعرف اليوم معاك على بطوله كره الهدف للمكفوفين. نعم طبعا, كرة الهدف هي تعتبر اللعبة الشعبية لذوي الإعاقة البصرية. جاءت فكرة هذه اللعبة من عن طريق النمساوي هانز لورنزن اللي بعد الحرب العالمية الثانية دائما الحروب تخلف الإعاقات, فبعض الجنود اللي كانوا تعرضوا للإعاقات فكروا أنهم يخترعوا اللعبة للمكفوفين, فأتت هذه اللعبة ومن ثم الاتحاد العالمي لرياضات ذوي الإعاقة أبطل هذه اللعبة بالقوانين, فصارت لها بطولات ودوريات وكأس عالم والألعاب الأولمبية. فاللعبة طبعا لها شعبية عند ذوي الإعاقة وفي سلطنة عمان دخلت قبل 20 سنة تقريبا ولها منتخب للسلطنة يشارك دائما في بطولات خارجية ومحلية. فجاءت فكرة جمعية النور المكفوفين بعد تقريبا سنتين من غياب رياضة كرة الهدف في السلطنة بعد الجائحة, وأيضا يمكن يكون عن طريق اللجنة الأولمبية ما فعلت هذه الرياضة, فالجمعية أرسأت أن تقيم بطولة خاصة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الجمعية, فتكون إن شاء الله البطولة في مدرسة جابر من زيد مدة 3 أيام من 17 إلى 19 يوليو. مشارك بها 4 فرق تمثل جمعيات نور على مختلف مناطق الداخلية والباطنة ومصر, وكذلك أيضا شارك من جامعة سلطان قابوس يشارك في البطولة 24 لاعب, وإن شاء الله تكون بطولة مختلفة أيضا يكتشف من خلالها لاعبين لرفض المنتخب الوطني بإذن الله. بإذن الله تعالى, هل نقدر نقول خميس أنه هذه البطولة هي بطولة ودية تشجيعية أو في مثلا جوائز في مراكز؟ البطولة هي إن شاء الله راح تكون بطولة تنافسية فيها إن شاء الله جوائز, فيها أفضل لاعب في البطولة, فيها هداف البطولة, فيها كأس البطولة. أيضا الجمعية قررت أن تمنح المراكز الأولى والثانية جوائز مالية لتشجيع اللاعبين على المزيد وأيضا لتقديم أكبر ما لديهم بإذن الله. فهي بطولة تنافسية إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب خميس, يعني كونك أنت قريب ومهتم ومطلع في كل ما يتعلق بكرة الهدف عندنا في السلطنة, ويعني الرياضة المحلية عندنا دائما تتعرض لانتقاد شديد, فمن وجهة نظرك يعني من اللي أنت تشوفه كيف تقيم عندنا كرة الهدف, كيف تشوف الوضع اللي احنا وصلنا له, هل مثلا في شيء من الممكن إضافته تطويره؟ نعم طبعا, كرة الهدف في سلطنة عمان وصلت لمستوى كبير, وأيضا المنتخب حقق إنجازات على المستوى الخارجي, لكن للأسف في الفترة الأخيرة نجد عدم اهتمام من الجهة المختصة برياضة ذوي الإعاقة. يمكن هناك ظروف معينة, ظروف اللي مر بها العالم جائحة كورونا, وأيضا يمكن عدم وجود الدعم لهذه الرياضة, لكن المكفوفين من خلال هذه البطولة يبرهنوا للجميع أنهم قادرين بأنفسهم على تنظيم البطولة
على المشاركة في هذه البطولة. يعني في أشخاص ضحوا من أجل أن يشاركوا في هذه البطولة. فدام حب الأشخاص لهذا الرياضة أكيد هذا الرياضة ما راح تتوقف وما راح تغيب. فإن شاء الله نحن نكون مستمر في هذه البطولة. أيضا نتمنى أن هذه البطولة تكون نواة للمستقبل لرفض المنتخب أيضا في المشاركات الأخرى للبطولات التي ما نكتفي بهذه البطولة. فهي إن شاء الله تكون حقيقة للمستقبل بإذن الله تعالى، ونرى يعني مزيد من التقدم فيما يتعلق بكرة الهدف أو مختلف وشتى الرياضات عندنا في السلطنة. راح نختتم حديثنا خميس بسؤالي لك، ماذا تمثل هذه البطولات وهذه المشاركات للأشخاص ذوي الإعاقة؟ نعم طبعا الرياضة لذوي الإعاقة هو متنفس كبير يجد من خلال المكفوفين أنفسهم، وأيضا أنهم يتنافسوا مع أقرانهم. فهي فرصة للتجمع وفرصة لإثبات الذات للأشخاص من ذوي الإعاقة. فإن شاء الله هي التحدي موجود معهم وأيضا إثبات الذات. فإن شاء الله أنهم يقدموا مستويات كبيرة بإذن الله في هذا البطولة. بإذن الله تعالى نتمنى لهم كل التوفيق، ونتمنى لك أيضا التوفيق. أشكرك خميس الصلطي لاعب في منتخب كرة الهدف للمكفوفين، اطلعنا على هذه التفاصيل. شكرا خميس، بالتوفيق إن شاء الله. شكرا يومك سعيد. شكرا. الله شكرا.